بسم الله. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من فضة. خلينا نشوف مع واحد من أهل الجنة كيف ملابسه. أول شيء ملابس السندس 70 حلة من سندس. يختلف السندس عن السندس، ما هو السندس؟ في الجنة شجر خلقه الله للباس أهل الجنة، ورقه التي يعني يتفيأ بها هي عبارة عن ملابس جاهزة تسقط من ورق الجنة. كما أن آدم وحواء في الجنة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أصبح في الجنة فعلا مصانع الثياب من الشجر نبات، ما هناك خياطين في الجنة، وما هناك مصانع ثياب في الجنة، وما هناك دودة قز تجيب لنا قطن، ولا هناك غيره عفوا تجيب حرير، ولا هناك غيره من النباتات التي يصنع منها اللباس، ولا بنزين الذي يصنع منه الملابس، وإنما ينبت اللباس نباتا في الجنة. فتأتي الحلة كاملة فتسقط على الرجل في الجنة، فإذا فيها 70 لون، خفيفة جدا باردة الملمس، إذا لبسها هو طوله 30 متر، إذا كم اللباس وكم الشجرة التي هذه ورقة واحدة من ورقاتها بهذه الأشكال، هذه ثياب السندس.